السلام عليكم. اليوم حابين نتكلم لكم على مشروع معطل، هذه تقريب عامين، وهو يتعلق بأكبر حديقة مائية في إفريقيا على حسب المقاول اللي راه يعني ينجز في هذا المشروع. وهذه الحديقة المائية موجودة في المدينة الجديدة تاع ليمنجلي بالقرب من قسنطينة. نروح نشوفوا هذا الموقع نتاع المشروع هذا، نشوفوا الحالة نتاع المشروع هذا حسب صور نتاع جوجل. وهذا هو موقع المشروع هنا في المنطقة هذه UV رقم 4. هذا هو التيرا تاع المشروع هذا. ونقيس نشوف نقيس نقيس الطول والعرض تاع المشروع هذا. ونشوف الحجم نتاعو، وبعدين نروح نشوف فيديو للحالة نتاع المشروع هذا وين وصلت. هو المشروع هذا هو، دوك نشوفو المساحة هنا، ويا المشروع هذا هو. إذن هذا هو مساحة نتاع المشروع، نشوفو الطول. والآن نروح نشوف الطول ديالو. هنا هو حوالي هنا طول 550 متر، والعرض ثلاثمية متر. إذن عندنا 300 في 500 يسمى 150 ألف متر مربع، تسمى حاجة كبيرة. إذن هذا هو. ودرك نخليكم مع الفيديو اللي يتكلم على المشروع هذا، اللي هو يعني صاحب المشروع هذا هو بذاته مش عارف الأسباب نتاع التعطيل نتاع المشروع هذا. أترككم مع الفيديو والسلام عليكم. بتكلفة تزيد عن 200 مليار سنتيم، وبقدرة استيعاب تصل ل 5000 زائر يوميا، وبألعاب لم يشهدها العالم العربي ولا القارة الإفريقية من قبل، ستكون المدينة المائية أميرالاند الأكبر في إفريقيا، والتي يتم تشييدها بالوحدة الجوارية 14 في الولاية المنتدبة علي منجلي بقسنطينة. هذه الحديقة المائية راي من أكبر الحدائق المائية في إفريقيا، فيها ألعاب يعني جديدة حتى في المستوى على مستوى المغرب العربي وعلى إفريقيا، مثل هذه الألعاب مثل التورنادو، مثل ألعاب أخرى اللي أنفقنا عليها أموال كثيرة. عمر، وفي وقت تنعدم فيه المرافق الترفيهية بعاصمة الشرق الجزائرية، قرر تجسيد مشروعه الذي بإمكانه أن يعيد مكانة هذه المدينة، لكنه لم يتمكن من التقدم في مشروعه الذي وصل إلى نسبة 80% منذ أزيد من 16 شهرا بسبب جملة من العراقيل الإدارية. المشروع راه توقف حوالي 16 شهر بسبب ممكن مشاكل مع البنك، وما عرفناش شنو هما الأسباب. أنا كانت لي فرص أنني نستثمر حتى في خارج الوطن، لكن أنا فضلت أن لأني من مواليد هذه الولاية ومن سكانها،
يعني مدينة قسنطينة نشوفها كأنها محقورة، كأنها مدينة للسكن فقط، حبينا نديروا مشروع اللي تستفيد منه العائلات القسنطينية، وهذا يعني مشروع راح يكون فخر للولاية وفخر لكل الجزائر. رغم الفرص التي أتيحت له للاستثمار خارج الوطن، إلى أن عمر اختار وطنه لتجسيد مشروع كان بمثابة حلم لمدينة يبلغ عدد سكانها قرابة 1,000,000 نسمة، والتي لطالما افتقدت لأبسط مرافق الترفيه والاستجمام.